الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المقابلة اللي كانت صعيبة خصوصا الديربي واللي كيوازي مقابلة ديال الكأس. ناحية التقنية كنا عارفين على أن الفريق غير المدرب، جاب سي بوطهير، عرفنا أن الفريق غير كل الدفاع واعتمد على الضربات الثابتة اللي فعلا شكلت عندنا خطورة من الحملات المضادة. فقدينا أن كنا فيها مزيانين، حاولنا أننا ديستابيليزيو لو بلوك ادفيرس، سورتو انهم دخلوا بخطه مغايره اللي ما عمر فريق الاتفاق ما لعب بها، اللي هي 3 5 2 في لا فاز لا بوسيسيون و 5 3 2 في لا فاز لا بير دو بال. عرفوا على ان القوه ديال الفريق كوكب مراكشي فهي الاطراف، فغلقوهم بشكل كبير. تداركنا الموقف 10 دقائق الاولى ديال الشوط الاول وبدلنا الطريقه ديال الجري ديال اللاعبين ديال الاجنحه والمنطقه اللي غيستقبلوا فيها الكره، وخدينا الزياده العدديه على الثلاثه المدافعين اللي في الوسط اللي خلانا نسجلوا الهدف ورجعوا في المقابله، وحاولنا ان نحرجوا الخصم في منطقه وسط الميدان باش نلغيو اللاعبين ديال الاطراف. تاثرنا ذاك ذلك لاعبين ذكيين، لاعبين كانوا في المستوى. خدينا المقابله، حرجنا الخصم اللي تراجع للوراء بشكل كبير. ما كناش فعالين، كانت عندنا واحد كنا نقولوا كان عياء ذهني وعياء بدني، انه اللاعبين جروا مقابلات في البطوله بريتم عالي. من بعد منا لعبنا باصابات، كانوا بعض الغيابات، اللاعب اللي في 11 دو باز كانوا عندنا فيهم 3 4 بليسي لعبوا 120 مينوت، ممكن لي اللي نحييهم. لكن الهم ديالنا الوحيد كان هو اننا ندوزوا للدور الموالي باي ثمن كان، ولكن بطريقه عقلانيه. حتى في التغييرات ديال اللاعبين كنا حاضرين باش ديما نحافظوا على ذاك التوازن. لاعبين جاوا من فتره ديال العياء اللي هي كبيره، خصوصا احنا لعبنا الدور الاول وفريق الاتفاق كانت عنده ديك لافريشور فيزيكي مونطال اكثر منا، لانهم كانت عندهم بليس دونفي، لانهم كانوا بلو فري. ولكن اللاعبين بينوا لانهم عندهم شخصيه، تحملوا الشوط الاول، كانوا اون بو دير كو اون ادي شيفري لا استراتيجي ادفيرس. الشوط الثاني حاولنا نعطيو المومودو وفوينتي ومرشاد باش نهيو المقابله في 90 دقيقه، لانه كانوا عندنا اصابات بزاف. الحمد لله خلقوا بزاف ديال الفرص، ولكن ما تاثرش ذلك. خدينا الاشواط الاضافيه، ولكن مشينا ضربات الجزاء، ضربات الحظ، الحظ تبتسم لنا. كنظن على انه اهم شيء هو التاهل. ممكن الا نحيي فريق الاتفاق على المقابله اللي دار، اللي ممكن الا تعطينا دفع الامام، ممكن الا تعطينا واحد لو ريتم لي بروشان ماتش. اليوم حنايا باقيين في الصراع على البطوله، انه هذه الهزيمه كانت تقد تخلق بعض الاهتزازات، ولكن هذا هو اللي كنا متخوف منه. تاهلنا للبطوله، لان ما نقدروش كفريق كوكب مراكشي، فريق صارع للصعود بالترسانه البشريه اللي عنده، انه يخرج من هذا الدور. الحمد لله كما كنقولوا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله ان نفرحوا العائله الكوكبيه، وخصوصا الجمهور اللي ممكن الا نحييه على التشجيع ديالو الايجابي، واللي تقف التعاون الدقه الاولى حتى للدقيقه الاخيره ديال الشوط الاضافي الثاني وحتى لضربات الجزاء، لانه كان عامل اساسي باش ابتسم لنا الحظ. خرجنا بعقل الاضرار، اصابات ماشي بالغه، ما خديناش بطاقات كبيره، ما خديناش دي بليسير اللي هما كبار، وخرجنا ومشينا للدور الموالي. كنظن الحمد لله بتوفيق من الله اللي كانت باغاها العائله الكوكبيه، فهو تاتى ومشينا للدور الموالي اللي ممكن اللي يعطينا دفعه اكثر واكثر ان شاء الله باذن الله. الحمد لله عندنا اسبوع كامل باش نريكوبيري او نيفو فيزيك، سورتو او نيفو مونطال لو بلوز امبورطون. كايناش غير التراوه البدنيه، كاين حتى التراوه الذهنيه اللي كتبقى اهم شيء واهم عامل. الحمد لله الدراري اليوم كيديروا لا ريجينيراسيون، هما دابا كيديروا لا سيونس دو ريجينيراسيون دابا في الملعب، لانه كنا عارفين هذا الامر. هذا المقابله ديال الديربي كما قال السي بوطهير اللي ممكن لي نحييه من هذا المنبر، المقابله اللي قدم عناصر اللي عنده كتبقى كان لها ثقل ذهني كبير على مستوى اللاعبين لا ديال الكوكب ولا ديال الاتفاق، انه كان سيف ذو حدين، هي مقابله الديربي، مقابله تاهل الدور القادم من مسابقات الكاس الغاليه اللي هي كاس العرش. وكنظن على انه ما يمكن لي الا نهني لا فريق كوكب ولا فريق الاتفاق على المقابله اللي لعبوا، على المستوى اللي داروا به، على الروح الرياضيه العاليه اللي داروا بها، وعلى الطابق الكروي اللي قدموا من خلال هذا الضغط اللي كان عليهم بجوج. ما استخسرناش الخصم، لانه اول كونسين كانت عند اللاعبين هي نحترموا الخصم، غير باش نكون معك واضح، فرق كبرى في العالم وكتلقى
تلقى مشاكل كبيره في الادوار الاولى ديال الكاس. كنظن على انه بالنسبه ليا كنا كنتشاضروا مقابل بعض الصعوبه، وكما قلتي مقابل الكاس كتربح وما كتلعبش، خصوصا عندك جوج عندك جوج ديال جوج الاهداف، انه المكسب مسير برئاسه السيد تريس حنيفه تيقول لك خصك تمشي لعب هذه النقطه في الكاس، ما تمشي لعب هذه النقطه، حاول انك تمشي لعب هذه النقطه، ولكن كاين الهدف الاسمى اللي هو الصعود للدرجه الاولى. كنظن على انه جينا من ماتش يوم الاربعاء سافرنا، جينا اليوم لعبنا، حاولنا ان نلقاو توازن باش نحافظوا على هذيك الطراوه الذهنيه والبدنيه. ما تنساش لانه الله يكون في عون اللاعبين، تلعب فريق كبير، قاعده جماهيريه كبيره، جوج ديال الاهداف، فريق مرجعي، خصك تلبى رغبات الجميع، خصك تفرح الجمهور، ما خصكش تخرج في هذا الدور هذا. كنظن انه ملي كيكون عندك واحد الضغط بهذا الشكل هذا، كتكون كتلعب على دي ديفيرون طابلو، ما يمكنش انك توفر واحد الفرجه من المستوى الكبير، لان كما قلتي مقابله الكاس كتلعب بعقلانيه، وحنا كما كنا حاضرين حتى في التغييرات ديالنا وفي التسيير ديالنا المقابله. فملي كنبغيو نديرو غير تغيير كنا كنبريباريناهم افون لو ماتش، كنا كنخمو 100 تخميمه باش يكون واضح. بوغيما لاعب بليسي، لاعب دي لاعب بليسي، باعوش لاعب بليسي، ما عندناش تبليسه لينا اللاعب يوسف بوعبيد، اللاعبين الاخرين ثلاثه خصك تحافظ عليهم البطوله لانهم كيبقاو من بين مفاتيح اللاعب، خصك تلقى التوازن. وفي ظل الظروف كامله كدوز الفريق في ظل الضغط، فكنظن ما يمكن الا نحيي اللاعبين ولا المكسب المسير ولا الجمهور ولا الطاقم التقني اللي اشتغل فعلا بجد وبكد باش نوصلوا اللاعبين لهذا المقابله ونوصلوا الفريق لهذه النتيجه، ويكون لاعب ويكون اللاعبين وصلوا بواحد الثراوه ذهنيه وبدنيه وبواحد الفكر تكتيكي وتقني اللي خلاهم يتاهلوا للدور الموالي ان شاء الله باذن الله.